كثيرون من يمرون بالحياة، قليلون من يتركون آثارهم الطيبة في نفوس عباد الله، فهنيئا لهم في الدنيا والآخرة. يعلن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالسلي عن آثاركم المباركة لعام 1438 للهجرة، فبفضل الله ورحمته ثم بفضل كريم عطاياكم كان عدد الداخلين في الإسلام 643 مسلما ومسلمة، منهم 318 رجلا و325 امرأة، ووصل عدد دروس الجاليات لأربعة آلاف ومائتين ودرسين حضرها 122,096 شخصا، وبلغ عدد المطبوعات الموزعة 808,800 كتاب موزع، بالإضافة إلى 2,269 جولة دعوية استفاد منها 15,299 شخص، 57 رحلة عمرة استفاد منها 3,090 معتمرا، 120 مركزا لتفطير الصائمين استفاد منها 413,514 صائما، 166 كلمة ولقاء شبابي في ملتقى شباب الخير استفاد منها 9,431 شابا، 1,863 ما بين دورات ودروس ومحاضرات نسائية. اغرس خيرا واترك أثرا بمئة وثلاثين ريال تساهم في دعم 13 مشروعا دعويا لمدة شهر. اترك أثرك الآن.